إذا ما خرجت روسيا وإذا لم تعد أوكرانيا جزءا من روسيا، كثير من التحاليل السياسية تقول أن مباشرة بعد انتهاء هذه الحرب ستصبح أوكرانيا جزء من أمريكا وليس جزء من روسيا، لأن عمليات إعادة الإعمار ستكون بيد أمريكا، وتكاليف الحرب التي دفعتها أمريكا ستأخذ بدلا منها أراضي لأن أوكرانيا لا تستطيع أن تعطي أموال. هل هذا السيناريو مقبول أوكرانيا؟ أوكرانيا حسمت أمرها عندما ارتمت في أحضان الغرب، حسمت أمرها في هذا الأمر. أمريكا لن تأخذ أراضي من أوكرانيا، أمريكا لا تفكر بهذه الطريقة، لكن انتهاء الحرب بانتصار غير معلن لأوكرانيا أو هزيمة غير معلنة لروسيا يجعل من الولايات المتحدة والغرب، دول الغرب عموما، أوكرانيا بلد كبير جدا وإمكانياته كبيرة جدا. بالتأكيد الكعكة الأوكرانية سيتقاسمها الغرب، لكن هذا برضا أوكراني، يعني أوكرانيا ستكون ممتنة للغرب وهو يعني وقف خلفها ودعمها بشكل كبير أمام أنه يبتلعها الدب الروسي. ولكن ستبتلع كل المصالح وكل المزايا الأوكرانية سيبتلعها الغرب. الغرب ليس مثل روسيا، شوف الروس الآن بدأوا يتعلمون من أمريكا أو من الغرب. يعني روسيا في تصريحاتها وفي كلامها تريد أن تلغي روسيا من أوكرانيا من الخريطة. وسمعت تصريحات بوتين وهو يقول أنه الخونة، ويقصد الشيوعيين، هم من أوجدوا دولة اسمها أوكرانيا. لا يوجد دولة اسمها أوكرانيا، لكن الغرب نحن نريد أوكرانيا دولة ديمقراطية يتنعم شعبها بالحرية. هذا الكلام يجد هوى عند الأوكرانيين، لكن شوف روسيا الآن في أفريقيا يتكلمون بنفس اللهجة. احنا نحترم الشعوب الأفريقية، راح نعطيكم قمح بشكل مجاني، اريد نساعدكم. هذه اللهجة اللي يتكلم بها الروس في أفريقيا لا يتكلمون بنفس اللهجة مع أوكرانيا. لذلك هذا يفسر لنا العدائية الشديدة اللي ينظر بها الأوكرانيين إلى روسيا. روسيا تريد أن تلغيهم من الوجود. طيب إذا ما تحدثنا عن مرة أخرى الطائرات المسيرة الإيرانية والتواجد الإيراني الموجود والدعم المكثف لروسيا، في وقت من الأوقات تم الحديث على أن هناك العلاقات ما بين روسيا وإيران تذهب إلى ربما مفترق طرق، هل هذا سيؤثر على مدار أو مسار الحرب ومسار الدعم الإيراني لروسيا؟ إيران معروف أنه وقفت مع روسيا، وهذه ليست الساحة الوحيدة اللي يتفق بها الروس مع الإيرانيين. في سوريا يعني أيضا الساحة الروسية، الساحة العفو السورية. في سوريا هناك شبه اتفاق أو توافق، وإن كانت روسيا ترى أنه إيران يجب أن لا تتمدد في سوريا، لأنه التمدد الإيراني في سوريا هو على حساب الوجود الروسي، لكنه هناك نوع من الاتفاق. انتقل هذا الاتفاق إلى الساحة الأوكرانية، لكن إيران لو تلاحظ تحاول أن تنأى بنفسها عن روسيا، لأن روسيا أمام العالم هي دولة معتدية، وإيران لا تريد أن تظهر بمظهر الدولة التي تنصر الدولة المعتدية. إيران نفسها أمام العالم هي دولة معتدية؟ ولو كانت دولة معتدية، في الساحة الأوكرانية، في أوروبا، الجو العام، الرأي العام، وفي أمريكا عدائي تجاه روسيا، لأنه دولة معتدية اعتدت على دولة جارة. إيران لا تريد أن تدخل في هذه المعمعة. ولكن